الله العظيم. خير يا عويس؟ انت عارف يا كبير اني مجيت عندك مش بالساهل. اه بس انا اتكلمت معاهم بالعقل 100 مره مفيش فايده، واهل البلد كلهم يشهدوا. المعايله هم بعينهم يا كبير، انا اتعاملت مع عوائل الصعيد عيله عيله، ما شفتش عيال من كده. طب اهدى بس اهدى، انا بعت لهم يجوا بس فهمني هم عيلوا معاك ازاي يعني؟ رجعوا في كلامهم مثلا؟ رجعوا في كلامهم، دي اقل حاجه عندهم يا كبير. اخر عمليه عملتها عملتها معاهم. اهدى 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 كده، خد نفس اهدى يا عويس. اخر عمليه عملتها معاهم كنا متفقين محدش يجي بسلاح. اه لقيتهم طالعين هم ورجالتهم بنبل وبيض وبيحدفوا على رجالتي. واحد من رجالتي انتوا اتفقعت يا ساتر، والباقي بقوا مهزقه في الكفر. خلاص طيب هدي نفس هدي نفس. اهم وصل. استنى بقى كده، اسمع كده واشوف مين اللي حق. بلاش تفتيش. شايف يا كبير؟ ايه ده انت يا عويس؟ ده بيتي وحرمته من حرمتي. فتشوه. ايه طب مش براعي عشان بغيع انا؟ جرايه يا حسان. جرايه يا ولد، ما تسترجل يا ولد. بس خلاص. خلاص سيبه يدخل، خلصت خلصت. خد. اقعد هنا. اقعد. لا انا عايز اقعد مكان. اقعد يا ولد. دلوقتي انا سمعت من العويس. وحقكم اسمع منكم انتوا كمان. اللي حكاه العويسي ده حصل يا حسان؟ ايه يا عمي؟ انت ده بالعبيط يا حسان ولا ايه؟ ابيض احنا مش صغارين. شايف يا كبير؟ لا حول ولا قوة الا بالله. يا ابني انا مش قلت اسمع منهم؟ بتتكلم انت ليه دلوقتي؟ يعني ليه دلوقتي اللي طلعت غلطان؟ طب على طلاق من 3 مليون بيتكلم تاني. ايه الريحة دي؟ اللي شمها يا كبير. وبعدين بقى اللهم طولك يا روح، ما تكبر بقى يا اخي. انا مش بكلمك، انا بكلم الكبير. طب انت ايه يرضيك يا عويسه؟ ايه يرضيك؟ العويس المنجاوي بكام المنجه يا ريس؟ انت بتتمسخر على عيلتي. والله لولا وجودك الكبير كنت فرخت الفرد في دماغك. جريه ما اسمعش احس فيكوا حد. خلاص يا كبير حقك علينا. سكت الجميع ثم نطق الحمار ثم قال. انت سكت لهم ليه يا كبير؟ حمار عويس حمار ومنجاوي، عسير حمار ومنجاوي. اهدى اهدى يا عويس اهدى. اقعد اقعد، انت برضه غلطان. هم قالوا هتكلم يا حمار، طلع انت بتكلم. يا حسان حمار. يا حسان قوم سلم على اخوك، يلا حب على راسه وهتدفع له تعويض عن الصفقه ورجالته اللي اتضربت. ما عويش. قوم يا حسان بقول لك قوم. مد ايدك يا عويس، يلا يلا يا عويس، يلا يا حسان. استغفر الله العظيم. يلا يا ولد. يا هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ ايه اللي عملته ده يا عويس؟ البلد هتولع. ما حسيتش بنفسي يا كبير. ما تخافش، انت عارف اللي يده قد وشه بيروح الجنة. يا ولد الكلب. لا حول ولا قوة، انا مش عارف بس انتوا بتعملوا كده ليه؟ عشان احنا من الغيرة ساتردي نايت بالعربية.